الآن وينضم إلينا عبر الهاتف من الجانب المصري من رفح مراسلنا أحمد بهران. يبدو بأن هناك الآن دخول دفعة رابعة من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. نأخذ تفاصيل أكثر منك أحمد. بالفعل خرجت الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية من معبر رفح المصري صباح اليوم وتوجهت مباشرة حسب ما هو معتاد في الأيام الماضية إلى معبر العوجة ليتم فحص هذه المساعدات المحملة على 20 شاحنة ضخمة، ثم من ثم تأخذ طريقها كما حدث خلال اليومين الماضيين إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح. هذه الشاحنات تحمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية حسبما هو يعني متعارف عليه أو متفق عليه بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني، وهي المواد التي تمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة لإغاثة سكان القطاع في هذه الظروف. إذن يمكن أن نقول أنه لليوم الرابع على التوالي يتواصل توجيه شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. حتى الآن يعني خرجت من الجانب المصري 75 شاحنة هي تمثل الدفعات الأربعة من المساعدات الإنسانية. بالطبع هناك أيضا دفعات أخرى يتم تجهيزها سواء هنا في العريش أو في القاهرة، حيث يتم تجهيز قافلة جديدة في القاهرة لتوجيهها إلى العريش لتنضم إلى نحو 3000 طن من المساعدات الموجودة في العريش والجاهزة للتحرك متى أعطيت الضوء الأخضر للتحرك إلى المعبر ليتم استخدامها طبعا في هذه المهمة الإنسانية. إلى جانب أن مطار العريش لا يزال يستقبل طائرات المساعدات الإنسانية القادمة من دول عدة ومنظمات دولية لتوجيهها إلى القطاع. اليوم وصلت طائرتان تركيتان وطائرة بحرينية، ومن المرتقب وصول طائرة كويتية في إطار جسر جوي كويتي بدأ بالأمس بالفعل ويستمر طوال هذا الأسبوع للمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع. حتى الآن بلغ مجموع الطائرات التي هبطت في مطار العريش خلال الأيام العشر أو الأحد عشر يوما الأخيرة نحو 33 طائرة، بخلاف ما من المقرر أن يستقبله اليوم المطار. بالطبع هذه الطائرات تحمل كميات كبيرة وأطنان أو عشرات الأطنان من المساعدات، بالإضافة أيضا إلى أن هناك فرق من الهلال الأحمر تعمل على تجهيز قافلة جديدة من المرتقب أو بالأحرى دفعة جديدة من المرتقب أن يتم تحريكها ربما مساء اليوم أو صباح الغد. وبالتالي يمكن أن نقول أن هناك ما يشبه اتفاقا أو تنسيقا على دخول دفعات متساوية قوامها 20 شاحنة بالتوازي مع البدء في مسار جديد وهو مسار الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس. تبعنا بالأمس الإفراج عن الرهينتين في نفس التوقيت، كان يتم تجهيز الدفعة الرابعة في نفس الوقت الذي تم فيه الإفراج عن الرهينتين. وبالتالي يمكن أن نقول أن هناك مسارين متوازيين، مسار إدخال المساعدات ومسار الإفراج عن الرهائن. نعم، شكرا لك مراسلنا أحمد مهران كان معنا عبر الهاتف من الجانب المصري من رفح.